بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. اخوتي الكرام اخواتي الكريمات احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كثيرا ما نسمع في اوساطنا سواء كانت العلميه او غير العلميه ان العقل مناط التكليف وان فاقد العقل شخص لا يحظى حتى باحترام في مجتمعه وان فاقد العقل شخص مخوف لانه قد يعرض نفسه وغيره للخطر العقل مناط التكليف لان الشريعه جعلت مساله العقل من مقاصد الشريعه الخمسه المعروفه وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض اذا قلنا الضرورات فاننا نذكر هذه الخمسه ونسرد من بينها مساله العقل واذا تحدثنا عن مقاصد الشريعه العليا فهي ثلاثه جلب المصالح درء المفاسد الجري على محاسن الاخلاق والعادات والواقع ان مرد هذه المقاصد ايضا يعود الى العقل بل ضرورات الاسلام الخمسه التي تحدثنا عنها قبل قليل في الواقع انها تجري من خلال تحقيق مقصد حفظ العقل فبالعقل يحفظ الانسان دينه وبالعقل يحفظ الانسان ماله وبالعقل يحفظ الانسان عرضه ويحفظ الانسان نفسه ويحفظ كل ما امر بحفظه في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وايضا ما تمليه عليه الفطره السويه السليمه التي حدثنا الله عنها في كتابه بقوله فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم حينما نتكلم عن مسألة العقل ندلف من خلال الحديث عنها إلى مسألة التغييب تغييب العقول مثلا أو إلى مسألة الجهل بالواقع نحن نعلم على سبيل المثال أن المفتي والذي يتعرض لأسئلة الناس بالجواب والتوجيه والإرشاد يشترط في حقه ما يسمى بفقه الواقع كما انه يشترط في حقه ما يسمى بفقه الشرع. الشرع فاذا جمع بين فقه الشرع المتمثل في الكتاب والسنه بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ثم جمع مع ذلك ما يسمى بفقه الواقع، قدم لنا منتوجا ناجعا ناشئ ناجحا نافعا مفيدا للمستمع، مفيدا للمتحدث في قضيه الاجر والثواب. وإذا فقد إحدى هاتين الركيزتين وقع في الخطل والخطأ وربما ابتلي بقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا مسألة فقه الواقع وارتباطها بمسألة العقل وتغييب العقل وتغييب الوعي بمصطلح اخر مهم جدا ان تجمع هذه المصطلحات بعضها الى بعض لنتحدث من خلالها عن موضوع الوعي الوعي في الواقع هو احساس من خلاله يدرك الانسان ويستوعب المسائل الداخليه والخارجيه بالنسبه للامور المحيطه به ولما اقول المسائل الداخليه والخارجيه بالنسبه للامور التي تحيط به فانني اتكلم عن عنايه الانسان بنفسه من واقع المسؤوليه الفرديه والذاتيه يعني نحن نقرا بكل بساطه ويسر يعني ووضوح قول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره صح ولا لا في سوره الانعام ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، انها وحدانيه المواجهه والمثول بين يدي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامه. ونقرا ايضا قول الله تعالى: وكلكم آتيه يوم القيامه فردا. وكلكم آتيه يوم القيامه فردا. اذا الوعي هو عباره عن الاحساس والادراك والاحاطه بالامور التي تحيط بك وحولك على مستوى داخلي يعني شخصي يعني فردي وعلى مستوى خارجي يعني على مستوى مجتمعي ونحن نعلم ان الانسان جزءا من مجتمعه وانه اجتماعي بطبعه وان الانسان وجوده في هذه الدنيا لا ينفك بحال من الاحوال عمن يحيط به من افراد وناس وتحركات وامور بل من خلالها يظهر التكليف كيف احكم على الانسان انه صبور الا اذا تعرض لموقف خارجي مع غيره كيف احكم على الانسان انه كريم الا حينما يتعرض لموقف يحتاج الى عطاء وبذل وتضحيه فاذا سجل موقفا وصف بالكرم وان لم يسجل موقفا وصف بعكس ذلك كيف استطيع ان اصف الانسان مثلا بانه متعلم حتى ترد عليه المسائل والمواقف والامور فينزع فيها الى منزع صحيح ويتكلم فيها بمنطق صائب فيتكلم بالحجه والبرهان والدليل كيف استطيع ان اتعرف على نزاهه الانسان وحسن مقصده ونيته الا من خلال مثلا رجوعه عن الخطا وكل هذه الامور لها ارتباط بالعالم الخارجي في الواقع وليس بخاصة نفسه اللي هو بالعالم الداخلي ولذلك لو ترك الناس يتحدثون عن أنفسهم لتحدث الناس بما شاء كل واحد حيقول أنا ممتاز أنا طيب أنا ما في مني اثنين أنا من الكلام الفاضي الذي يتحدث بعض الناس به عن أنفسهم سواء تحت مظلة نرجسية أو تحت كمال زائف أو تحت غرور وتعالي على الحق والخلق والواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا المسلك بكلمه واحده وهي الكبر. قيل ما الكبر يا رسول الله؟ قال غمط الحق والتعالي على الخلق. الكبر غمط الحق رفضه وعدم قبوله والتعالي على الخلق هو عباره عن ازدرائهم واحتقارهم لاجناسهم، لالوانهم، لالقابهم، لأحوالهم المادية فهم يحتقرون الفقراء ويعظمون الاغنياء كما قال الشاعر المال يستر كل عيب بالفتى والمال يرفع كل وغد ساقط فعليك بالاموال فاقصد جمعها واضرب بكتب العلم عرض الحائط، ايش <applause> الكلام الفاضي هذا؟ صحيح انه بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لا يبنى ملك بدون العلم والمال غير ان مسألة تقييم الناس فقط على البعد المادي او الاقتصادي غير كافي عندنا في القيم الاسلامية نعم المال والعلم يرفعان صاحبهما غير ان الامر يحتاج الى ما هو اعمق من هذا من تزكيه النفوس والوعي العقلي الكامل والاحاطه بالتفاصيل التي تحيط بالانسان حتى يكون شخصا ايجابيا في مجتمعه منتجا الخير مقدما باذلا مضحيا قدوه لغيره اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. نعم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. حينما نتكلم عن مسألة تغييب العقل، عقل الشباب او غيرهم من المجتمعات، ربما نشير بطريقة او باخرى الى ما يسمى بالعقل الجمعي. واقصد بالعقل الجمعي كمصطلح في علم النفس التربوي. بأمور معينة تحيط بالإنسان ويكثر تردادها وتكرارها وطرقها عليه حتى تشكل عقله وميوله فربما يكون في هذا الطرق نوع من التغييب ونوع من عدم النصح ليس كل ما يرد عليك ويغير نفسيتك ويشكل طريقة مشاعرك وعقلك ومحابك ومباغضك يعني بعد فترة أنت تشعر أنك تحب شيء وتبغض شيء وتحب شخص وتكره اخر بناء على المعطيات التي تتردد عليك وتتكرر وربما تكون صواب وربما تكون خطا وهنا ياتي مساله الوعي وعدم تغييب العقل في البحث دائما على البرهان والحجه وان كل مدع مطالب مطالب باثبات ما ادعاه ولذلك لو يعطى الناس بدعواهم لادعى من شاء ما شاء. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، لا أريد أن أستطرد كثيرا في هذه المعاني والأمور غير أننا في حاجة مستمرة ودائبة ودائمة أن نتكلم عن مسألة العقل لأنه جمال في صاحبه. قديما كانوا يقولون المرء بأصغريه قلبه ولسانه وكانوا يقصدون بمسألة القلب مسألة العقل. ألا تقرؤون في القرآن الكريم ألهم قلوب أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ فجعل مسألة العقل فيما يسمى بالقلب اللي هو منطقة الإدراك والوعي الحقيقي. وهناك فرق في القرآن بين مسألة الفؤاد ومسألة القلب، القلب مسألة المعالجة والعقل والإدراك، الفؤاد منطقة الإحساس. منطقة الإحساس. وبناء على هذا فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه. قال يا أمير المؤمنين وماذا علي إن أتاني الله تعالى قلبا عقولا ولسانا سؤولا أن أتقدم قومي فأنا لما أرزق قلب عقول ولسان سؤول لا شك أني أدفع عن نفسي مسألة التغيب العقلي على مستوى الشباب وعلى مستوى المجتمع ولذلك من المهم جدا أن يعتني الإنسان بهذا الأمر فيدفعه عن نفسه أقصد بمسألة التغيب العقلي بثلاثة أمور الأمر الأول الدعاء واللجأ إلى الله لأن الله تعالى يقول في كتابه أذكر في سورة هود وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده فالجأ إلى الله تعالى أن ينور قلبك وعقلك اللهم اجعل في عقلي نورا وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن أحرص على مسألة المعرفة والعلم من مصادرها، وأن أتلقى العلم عن أهله ومن أهله ومن مصادره، سواء ارتبط الأمر بالقراءة أو بالاستماع أو بالحوار والذي هو موضوع هذه الحلقات، وكما أننا سنختم مثل هذه الحلقة كما هو في سائر الحلقات بالحوار من أجل الإثراء المعرفي وتنمية الوعي في نفوسنا، أيضا تحرص على مسألة العلم بكل مصادره وقنواته. إذا قلنا الأول ايش؟ الذاكرة القوية التوفيق والامر الثاني الحرص على المعلومة والمعرفة ما تعالى على العلم والعلم رحم بين اهله وينبغي على الانسان اذا تعلم امرا يوم من الايام ثم تبين له انه خطا او ناقص او ملخبط يعدل مش عيب ليس عيبا والله الله يعني الله تعالى يقول لنا في سورة ايش ذكروني في سورة النحل أه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا عادي ما المشكله اني اجهل واعلم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون ووجدك ضالا فهدى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتن الله تعالى عليه بهدايته طيب هذا الامر الثاني ان نحرص على مساله العلم ألا نستنكف يعني ايش نستنكف في اللغه العربيه؟ يعني نتكبر ونعرض ليش انا ما يصير اني انا اسير جاهل بالمساله الفلانيه، ما يصير اني انا اسال ايش حيقول الناس؟ والله ان هذا عدم ثقه ونقص وفراغ وخواء كبير من يصل الى هذه الدرجه والى هذا المستوى فيحدث نفسه انه لا يتعلم حتى لا يقول عنه الناس انه غير متعلم هذه والله مشكله تحتاج الى علاج. الامر الثالث والاخير الامر الثالث الاخير الامر الثالث الاخير وهي من اهم الامور في الواقع الصحبه 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 والصاحب ساحب وكم من شخص كان على قدر من الفطره السليمه والاخلاق النبيله العاليه الشريفه الكريمه وكان على قدر من تقبل الحق وطيب النفس وصلاح القصد والنيه ثم بلي بصحبه فاسده شوشت عليه هذا البنيان الشامخ وهذه الاخلاق الرازخه فافسدت عليه شجرته ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إخواني الكرام مسألة تغييب العقل أيضا لها أسباب كثيرة كما أننا عرفنا كيف ندفعها على أنفسنا عن أنفسنا كذلك من أسباب تغييب العقل عكس ما ذكرنا الإعراض عن الله بالمعاصي بالذنوب بالغفلة الإعراض عن العلم بعدم تعلمه بالاستنكاف عنه الإعراض عن الرفق, الرفق, الصالحة التي حتى لم يعفي الله رب العالمين منها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بعض الناس يتصور أن هذا المفهوم مرتبط مثلا بمسجد أو مرتبط إن كنت رياضيا فابحث عن الرفقة الصالحة حافظ على قيمك يا أخي من خلال تخصصك إن كنت إعلاميا إن كنت ما كان على كل حال الرفقة الصالحة موجودة في كل مكان ولا شك أن بيوت الله من هذه الأماكن أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأنا بطبيعة الحال أتوجه الآن بالتحية والترحيب بأخي الكريم المبارك الأستاذ سلطان دقنة وأختي الكريمة الأستاذة ديمة بنت أحمد وفقها الله وبارك فيها لنثري هذه الحلقه من خلال الاجابه عن اسئلتهم فليتفضلوا مشكورين، تفضل يا استاذ سلطان العافيه دكتور. من خلال حديثك عن تغيب عقول الشباب نعم هل نشاه الفرد من الصغر حتى يعني عمر المراهقه او قبل المراهقه لها سبب في صحيح الشاعر يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه ويقول الاخر ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، الغصون الصغيره الشجره لما تكون صغيره لما تحط لها توجيه خشبه او دعامه تتجه ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب قد ينفع الادب الاحداث في مهل وليس ينفع في ذا الشيبة الادب، الواقع ان الادب ينفع الجميع هذا مش قران بس انا اقصد دائما التاثير على الصغار ابلغ واقوى وانفع من التاثير على الكبار وهذا معلوم. حقيقه مساله اللي, اللي انت سالت عنه استاذ سلطان اللي هو التغييب الوعي وعامل الزمن هو حقيقه من العوامل المؤثره كثير كثيرا فيه ولعلي اشرت الى مساله تشكيل العقل الجمعي. تشكيل العقل الجمعي ما يكون فقط عن طريق وسائل الاعلام مثل هذه التي نحن فيها، لا احيانا تغييب العقل الجمعي بسبب الاسره، البيت، القبيله، المجتمع، المدرسه، الحي، الحاره، التمارين، النادي نعم النشأة أنت حينما تنشأ في بيئة معينة ويكثر الطرق من خلال هذه البيئة على قضايا معينة تشكلك وتحس أن شخصيتك فيها يعني الذين بلوا بمسألة الدخان وشرب الدخان وتشفية الدخان هذه قضية في الواقع أنها شكلت فيه يوم من الأيام مشاعر الرغبة في تعاطي هذا الأمر لأنه يعني ربما الرفقة, أنه حيصير رجل أو شجاع أو إنسان حر أو إنسان يكرر للأسف بعض الشخصيات المزيفة في بعض وسائل الإعلام اللي هو بطل في فيلم أو من هذا الباب أنه كان يسكر وكان يحشش وكان يدخن فتكسر الحواجز بينه وبين هذه القضية وهذا من تغيب الوعي دخول المعلومات الغلط تغيب الوعي بعض الناس يظن تغيب الوعي هو شيء سلبي دائما أنه ما في معلومة لا, لا أحيانا يكون في معلومة بس غلط ولذلك هذه مسؤولية حقيقة الإنسان الأولى والأخيرة لأن الله تعالى قال وكلكم آتيه يوم القيامة فردا وكل نفس بما كسبت رهينة حياك الله أختي الكريمة أجبتك ولا في شيء آخر حفظك الله وبارك فيك حياك الله أختي نديمة آه قلت نعم إيش أهمية الوعي لدى الشابات والشباب اللي حقيقة الوعي أنا أعتبر مسألة الوعي مشروع حياة فإذا تكلمنا عن أهمية الوعي فنحن نتكلم عن أهمية وجود مشروع في الحياة كلما كنت على قدر من الوعي انا ساحقق مساله مشروعي في الحياه من خلال تحقيق اهدافي. يعني احنا كمسلمين يا نديمه واناس يعني يرجون لله وقارا اول هدف عندنا وهذا من اعظم الوعي ان اتعرف على الله، ان اتعرف على خالق هذا الكون، ان اتعرف على مقاصده، سننه، ان اتعرف على نظامه، ان اتعرف على ما انزله على نبيه من الحياه والهدى وكيف من خلال الله رب العالمين. تحي هذه الارض بعد موتها بالعلم بالحضاره بالاختراعات بالتخصصات المختلفه بالميادين اسلامنا لا يستقيم عموده ببكاء شيخ في زوايا المسجد اسلامنا نور يضيء طريقنا اسلامنا نار على من يعتدي كيف اسجل في كل المواقف حضورا صحيحا صائبا يجعل من حياتي مشروع حياه في الواقع أمارسه وأطلبه وأحققه لذلك هذا يتمثل في موضوع الوعي في في الواقع الوعي أنا لما أكون زوج أحتاج إلى وعي الزوج الناجح يحتاج إلى وعي هذا الزوج الذي يطلق مع أول مطب صناعي وأول جدار يخبط فيه وأول كتف قانوني في باب عرفت أول منشفة مش موجودة وأول ملح لم يوضع في طعام ويغسل ويكسر الجمل بما حمل هذا ما؟ هذا مغيب هذا انا اعتبره مغيب حتى لو كان مسبع مربع طويل عديد هذا مغيب الرجل الذي لا يحسن تعليم النشأ في المدارس الرجل الذي لا يحسن ايصال المعلومه هذا انسان ما احترم تخصصه وما بذل جهدا كافيا فيه وربما تكون ارزاق انا اقول هذه مواهب بعض الناس يرزقه الله كاريزما وقدره على ايصال المعلومات للاخرين وهي موهبه لكن المطلوب ان الجميع يجتهد وهذا من الوعي ان انا اؤدي دوري كمعلم كمحاضر في جامعه كامام مسجد دوري مثلا في المسجد كيف اني استطيع احيي رساله المسجد هذا وعي ماذا تظن الوعي هل الوعي ان انا احفظ احصائيات وارقام كم واحد مات العام الماضي ومن الدوله التي غزت دوله لا 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 الوعي في كل في مكاني اين انا هنا يكون وعي الذي اطالب به نرجع لكلامك قبل قليل قلت لي انه الدكتور او المعلم نعم. له قدرات في ايصال المعلومه وهي ارزاق ممكن الشخص مع الوقت راح يتطور صحيح وممكن يبقى ثابت زي ما هو صحيح ولذلك انا تحدثت على سبيل المثال للحصر عن مساله الاجتهاد مطالب به الجميع بعض الناس ربما في 10% فيصل 70% في النتيجه بسبب امكانات او مواهب او تاريخ او اسره علميه احيانا او ظروف يعني مواتيه مساعده، عامل نفسي، يعني ما حصلت له مشاكل الشخص الاول. بعض الناس يمر مثلا بمشاكل عاطفيه تؤثر على نتاجه العلمي، نتاجه التخصصي المعرف المهني. بعض الناس يعني الحمد لله تتاح له الفرصه فيجتاز خطوات ومراحل كثيره جدا مع في وقت يسير قصير. المطلوب اعملوا ال داوود شكرا. وقليل من عبادي الشكر <applause> اعملوا فكل ميسر لما خلق له الأول في سورة سبع في الوجه الثاني والثاني في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم <applause> اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة نفس الفكرة وفق لعمل أهل الجنة يعني أنا أكون مثلاً دنيوياً من كان من أهل أقول مثلاً من كان من أهل التوفيق وفق لعمل أهل التوفيق سلطان يا سلطان الفاشل له قصة والناجح له قصة فاحرص على قصص النجاح أنت ستروي يوم من الأيام قصة وانظر إلى قصصك كل ولذلك صحيح. أيوة الفاشل شوف عنده ما يبرر فشله عرفت والمبتلى عنده ما يبرر مبتلى أنا ما أقول هو فاشل قد يبتلى ولكن في النهاية عنده قصة يقول لك أنا بوليد بواحد اثنين ثلاثة ولو لم يكن فاشلا والناجح له قصة نجاح المقصود أني أعمل ما أمرت وأسأل الله تعالى ما وعد يعني أظن في آية كم 84 أظن في سورة النساء أظنها 84 لما قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين طيب إيش المطلوب قال عسى الله جعل النتائج على الله عسى الله طيب أنا الآن رياضي أنا أقول لك تدرب واحرص أن تتدرب وتدرب غيرك عسى الله أن يجعلك بطلا عالميا عرفت ولا لا وأقول للمتعلم اقرأ واحفظ وتعلم وتعلم وخالط المتعلمين عسى الله أن يجعلك عالما ترى الكلام عن الجنة الكلام عن السعادة المطلقة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا من خلال العمل الصالح والتوفيق وما توفيقي إلا بالله مم. عليه توكلت وإليه أنيب وأما في الآخرة ففي الجنة وكلكم آتيه يوم القيامة فردا ولذلك و يعني نحن نعلم إنه من يأتي مثلا ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. طيب ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات اظن في سوره طه فاولئك أولاك. لهم الدرجات العلى جنات عدن الخالدين فيها وذلك جزاء من التزكى احنا ليش دائما نقول القران منهج عمل؟ بعض الناس مسكين ما هو مستوعب ما هو فاهم احنا ايش بنقول. الحديث عن هذه الايات حديث عن مشروع حياه. بعض الناس يقصر هذا المعنى مثلا على بعض المسائل الدينيه او الطقوسيه او العبادات. ثم يترك الأمور مسبلة وضائعة يبرر كل فشل لنفسه فإذا به مفرط في أوامر الله مفرط في مقاصد الشريعة مهمل لأمور كثيرة جدا هي من صلب الدين بسبب أنه فاهم شيء وجاه الأشياء إحنا عندنا مثل أحيانا يضحك يقول لك يعني حافظ ومش فاهم <تصفيق> <تصفيق> بعض الناس للأسف يعني حافظ ومش فاهم القرآن يوضح كل صحيح يعني المطلوب يشوف من يريد الله به خيرا ما قال يحفظه قال يفقهه لأن الفقه هو إدراك كثير من دقائق وتفاصيل الأمور وهذا أيضا يساعد كثير جدا في تصور مسألة الوعي وتغيب العقل الوعي وتغيب العقل يعني هذا ما تيسر والحمد لله رب العالمين أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يتقبل منا انه هو السميع العليم وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته